اوكي، مرحبا واهلا وسهلا فيكم في قناتنا سوبر لينكس. طيب، نحن يعني راح نكمل في اخر طريقة من طرق يعني ادارة المشاريع. اوكي، شو اسمه اللي هي ديف اوبس. اوكي، خلينا نرجع بس شوي بالصفحة اللي قبلها، تالي نشوف هون. يعني في طريقة اخرى اللي هي ديف اوبس، اوكي، لإدارة المشاريع. شوف، اذا شفنا الاجايل وسكروم، هلا بنشوف شو الديف اوب. اوكي، هلا ديف اوب معناه اختصار لديفلوبر اوبريتور، يعني مشغل. اوكي، ومطور. ديفلوبر يعني مطور، واوبريتور مشغل. اوكي، فالديف اوبس بتحكي مثل ما حكينا عن ديفلوبمنت والاوبريشنز، العمليات. اوكي، اوبريشنز وديفلوبمنت التطوير. فبال بشركات التقنيه، شركات التكنولوجيا، في عنا العديد من الأقسام أو المديريات، عرفت كيف؟ ففي اثنين منهم، أوكي، بيكونوا هني. أولاً في عندك الديفلوبمنت، فريق البرمجة نفسه، أوكي، اللي هن نفسهم بيكتبوا الكود. في عندك الفريق الثاني اللي هن الاي تي، أوكي، اي تي اوبريشنز ديبارتمنت. أوكي، يعني بسموه مثلا انفورميشن تكنولوجي اوبريشنز ديبارتمنت، ناس ثاني بسموه لهم الاي تي اوبريشنز، ناس بسموه الاي تي ديبارتمنت، ناس بسموهم اوبريشن ديبارتمنت، وفي ناس بسموه الاوبريشنز العمليات. اوكي، قسم العمليات المعلوماتيه، قسم المعلوماتيه، قسم بدك اياه، عرفت شو؟ فهالفريق هون اللي بيشغل او اللي يعني بيتعامل او بيعالج امور تقال المعلومات وعمليات تقال المعلومات. اوكي، يعني من هالعمليات تبعون المعلوماتية تتضمن إدارة أنظمة الكمبيوتر. أوكي، أجهزة الكمبيوتر اللي هن فيهم يعني البرامج الفعلية، أوكي، المستعملين من قبل الزبائن. أوكي، بيعالجوا حالات الطوارئ لما يكون في أي انقطاعات في الخدمة، وفي مثلا فرزان له شي برنامج شي شغله بيقطع الخدمه كلها مثلا. طبعا انا بشتغل هلا هيك تقريبا تقريبا. ليش؟ لانه في بعض الشغلات هون المذكوره اكيد ما عم بمارسها، تمام، لانه هلا مش حاجتنا غير اكثر من عم يعني جزئيه، يعني حاجه جزئيه من المذكور نسبة المذكور. طبعا انا بمارس الامرجنسي سيتويشنز، حالات الطوارئ، هاي بعملها انا. وكمان شو اسمه يعني الكمبيوترات نصلحها، وهذا بنعمله نحن. اوكي، وفي طبعا انا برمج زمان، هذا زمان، تمام، احنا بعدنا شوي عم نبرمج بس لإلي هيك بس لإلي، بس حاليا لا معطلنا. مشان هيك دائما بقول لشباب، وصل مرحله توصل فيها انت اي تي ما تضلكش في البرمجه، تمام، عشان تضلكش تضلك كل عمرك تبرمج، وهذا الشيء مرهق بعدين، تمام. وبعدين عندك شو اسمه قسم العمليات، هن يعني كمان بديروا بالهم على شبكة الكمبيوتر والدعم الفني والتقني، وكمان يعني أي وظائف منها تكويدية، ما فيها بتعمل تكويد، بس بتضلها تقنية. اوكي، هلا ديف اوب هو شو اسمه، هو يعني بزنس براكتس، يعني ممارسه في الشغل، شغله بتنعمل داخل الشغل. اوكي، اكثر مما هي قسم من اقسام التنظيم نفسه او المؤسسه نفسها او المنظمه نفسها. اوكي، فهي بتجمع بين فعلين، اوكي، بين هذول القسمين، بين الاي تي والديفلوبمنت. وانا هيك هذا بقول لكم يا شباب، بدكم توصل لهي، يعني ما تضلكش قاعد انت ناطر امتين بدك تصير اي تي، وانت قلت لكم بدك تحول على كل شيء عشان تقدر تشتغل. يعني شو طيب هلا يعني الديف اب هو خلينا نقول منصب اكثر من مجرد هو قسم من اقسام اي مؤسسه، زي ما اقول. اوكي، اللي هو بيجمع بين قسمين. اوكي، وبيشتغل حتى ياسس لدرجه عاليه من التنسيق
والتعاون يعني داخل وخلال المؤسسة أو الشركة. ف عنصر آخر من عناصر الـ DevOp هو الـ يعني الـ Constant Testing، بضله بجرب، بضله بشوف الأمور شغالة تمام وكل شيء تمام. فهاي بنسميها Quality Assurance، يعني تحقق من الجودة تمام، وضمان الجودة حتى بقولوا بالعربي ضمان الجودة. بعدين الهدف تبع الـ DevOps هو إنه يسرعوا عملية التطوير والـ والتحسين تبع برنامج او برمجيه ذات جوده عاليه. اوكي، فشايف كيف الديف اوب بيجمع بين التطوير، بين تحسين او ضمان جوده، وبعدين عمليات الاي تي تمام، عمليات المعلوماتيه. فالسي اي هي اختصار بيستعملوه لكونتينيوس انتجريشن، يعني تكامل او الدمج المتواصل تمام، او انتجريشن يعني صار دمج اكثر من مجرد تكامل. اوكي، فالدمج المتواصل. اوكي، فكونتينيوس انتجريشن هي طريقه بتطوير البرامج، وهي كمان مجموعة من الممارسات اللي بتشجع المطورين حتى يعملوا تغييرات صغيرة أو ينفذوا ويكودوا تغييرات صغيرة، وما يسمى check in upload، يعني يعمل upload لكود، يعمل check in لكود و check out لكود. شو check out؟ هي بتسحب البرنامج، تسحب اصدار معين من البرنامج. تشيك ان تعمل ابلود لكود معين من البرنامج. تمام، بيكون في عندك شيء من شيء اسمه برنامج شغلته يعمل الفيرجن كنترول، بيتحكم بالاصدارات وتسيطر على الاصدارات. هاي مثل مثلا في عندك الـ Subversion، في عندك الجت هلا، وفي عندك كمان CVS سابقا قبل الـ Subversion. اوكي، مش CSV تغربطش، CVS، في شيء اسمه CVS اللي هو Control Versioning System. اوكي، او Control Control Versioning System. اوكي، فهو يعني شغلته يعني هو يشجع المطورين انه يعملوا تغييرات صغيره ويرفعوها على سيرفر تبع مثلا جيت، اذا بدك تقول اوكي على برنامج الفيرجن كنترول مثلا جيت او على سب فيرجن. اوكي، بشكل دوري تمام. طيب، وبنستعملوا كلمه مخازن ريبوزيتوريز، المطرح اللي انت بتخزن فيها الكود هذا والاصدار الفلاني. فالكود المجمع على بعضه كله او الكود كله على بعض بيتجمع، عفوا الكود كله على بعض بيتجمع في مجموعه من ملفات الكمبيوتر تسمى ريبوزيتوري، هذا هو المخزن بنزل فيه الملفات الكود. اوكي، فعلى اي نقطه بدهم اياها او في اي مرحله بدهم اياها الكود ممكن يتحول الى برنامج حقيقي كامل اللي هو ممكن يتشغل على كمبيوتر. كيف هاي العملية تسمى بناء البرنامج، building a program، تعميره بناؤه. كيف أو صنع تعميره أو بناء من البرنامج. كيف creating a build of a program، هاي بناء البرنامج أو بناء تعميره. كيف نسميه creating a build of a program. طيب هلا كل مرة المطورين يعني بدمجوا الكواد تبعيتهم والتغييرات تبعيت الكواد ولا شو اسمه لا يعني مخزن او مستودع مركزي. اوكي، فالسي اي شو اسمه يعني بيتضمن انه الكونتينيوس انتجريشن. اوكي، تتضمن انه ضمان عمليات البناء المأتمتة والاختبارات المأتمتة
بيكونوا مشغلين على الكود بالمخزن، تمام، او بالمستودع. فهذا الشيء بيكون في يعني هيدي الشيء من جهة، ومن جهة تانية اوكي بيكون عندك انك انت ما تعمل رفع للكود بشكل دوري، او ما حتى انك ما تعمل له كمان اختبار بشكل دوري بكل دفعة بتدفعها او كل ابديت بتعملها، كل تحديث بتعمل. فالسي اي هو مكون الكونتيجوس انتجريشن، مكون من مكونات الديف اوبس، تمام. شايف كيف بتكود، بتدخل تعمل له ميرجنج، بتدمجه، بتبنيه، بتختبره وبتعطي تقرير فيه، وبعدين بتعمل ريليس، تعمل اصدار. اوكي، هاي الدورة بتضل هيك شغالة طول الوقت، تمام. هلا سي دي بسم بيحكوا عن كونتينيوس دليفري، يعني التسليم، بتعرف لما تسلم البرنامج بالاخر كذا كانك بتسلم بالضاعة يعني، اوكي، فالتسليم متواصل. اوكي، هي كمان عنصر، مع عنصر اخر من عناصر ديف اوب، اوكي، او يعني كإدارة مشاريع هو بيحكوا العنصر، اوكي، مش كشخص وشغلته ديف اوب. اوكي، فطريقة السي دي هون continuous delivery، الإرسال أو التسليم المتواصل، بشجع إنه فرق التطوير بتنتج برنامج بدورات حياة قصيرة، والسي دي بتأتمت التسليم تبع التطبيقات للبيئات، مثلا لنظام كمبيوتر بالمكان اللي فيه برامج الكمبيوتر تكون مشغلة وموظفة، اوكي، يعني انه السي بتأتمت عملية تسليم التطبيقات لأجهزة الكمبيوتر، اوكي. وبعدين بما انه فرق البرمجة مرات بيشتغلوا بعدة بيئات برمجية، اوكي، مش بيئة جو قاعدة وهيك، لأن الكمبيوترات اللي عم يشتغلوا عليها وأنظمة التشغيل اللي بيشتغلوا عليها بتكون مختلفة، اوكي، ومثلا مثل وبيحكي هو كمان بيعطي أمثلة كمان إنه التجريب والتطوير، اوكي، فالكونتينيوس ديليفري شو اسمه التسليم المتواصل هذا دائما بيضمن انه في طريقة مأتمتة حتى يرفع تغييرات الكود للبيئة اللي تم فيها يعني، او للبيئة المناسبة يعني. فالسي اي والسي دي يعني continuous integration والcontinuous delivery بتضمنوا كمان انه اختبار المتواصل تمام، اوكي، فحتى يضمنوا انه المنتج النهائي هو مسلم للمستخدمين بدون اي اخطاء، اوكي. طيب، فالسي اي سي دي هن بشكل عام، اوكي، او الناس بتعرفهم، اوكي، انه مستعملين يعني مع بعض حتى يحكوا عن ما يلي. اولا انه الديف اوبس بيكونوا شغالين مستعملين بالكامل، السوفت وير بيكون مطور من خلال فريق عمل، اوكي، او فريق برمجه يعني. بعدين كل مرحلة من العملية هون بتكون مفصولة نحو عدة بيئات برمجية، اوكي، وبعدين فقط تغييرات صغيرة بتكون بتنعمل، اوكي، وكل تغيير بنرفع على السيرفر، اوكي، بتعمل تشيك ان على الجيت مثلا او على السب فيرجن، ماشي. وبعدين كل خطوة هي بتكون
فولي تستد، يعني كل خطوة بتطلع عليها بتكون معمول لها التجربة بالكامل، اوكي، بطلعوا كل الأخطاء البرمجية فيها، اوكي، وبصلحوها كمان، تمام، قبل ما ينتقلوا على المرحلة اللي بعدها، فأنا بجربوا حتى يطلعوا الأخطاء، وبالتالي بصلحوها دغري بلحظتها، اوكي، ما بستنى. هلا وبعدين بعمل تشيك ان مرة ثانية. هلا في ابروش جديدة، في طريقة أخرى في تطوير البرامج، أوكي، اللي هي نحن حنغطيها حتى نحسن فهمك للديف أوب، أوكي. هلا في عندنا فكرة اسمها لين ديفلوبمنت، لين يعني هون ديفلوبمنت تطوير، طبعا لين بظن إنه مرن شوي هيك، بقاش كيف هلا بتشوفوها، أوكي. هلا يعني لين مانيفاكتشرينج، اوكي، فالين مانيفاكتشرنج هي منهجيه او ميثودولوجي او طريقه اللي هي بتركز على تقليل الهدر، اوكي، مع شو اسمه تعلايه الانتاجيه، اوكي، تقليل الهدر، اوكي، مع تعلايه الانتاجيه. بعض النقاط اللي بيكونوا مراقبين حتى يخففوا من الهدر، اوكي، من الخساره يعني. هلا في عندنا الاوفر برودكشن، يعني تكتب اكثر من اللازم او تعمل اكثر من اللازم، اوكي، يعني اوفر برودكشن، برودكشن انتاج، اوفر برودكشن يعني برودكشن اوفر، هيك زياده، زي زياده عن اللازم، اوكي. في الويست تايم، الوقت اللي مصروف ضيع مهدور، اوكي، مثل المطره، استنى انه واحد يستنى، تمام. في عندنا في عندك too much inventory، يعني في عندك كثير بستوك، عندك بالمستودعات عندك اكثر مما هو الناس بحاجته، اوكي. بعدين الايرورز ايرورز ديفكتس، الاخطاء والاعطاب، شو يعني المهم حاط imperfections، يعني الاشياء اللي بتكون لا مثاليات، اوكي، الاشياء اللي مش منيحه مش مكتمله، مثلا شورت كومينجز، يعني في قصور في مطارح، اوكي، هذا اللي بحكي عنه، اوكي. فهي الاشياء هو بيراقبوها. اذا نعيدها، في عندنا الاوفر برودكشن، عندنا الويست تايم، عندك تو ماتش انفنتوري، عندنا ايرورز اند ديفكتس. اوفر برودكشن يعني انه في عندك عم تعمل اكثر من اللازم، عم تصرف وقت مثلا بالنطره كثير على الفاضي، في عندك بستوك كتير اكثر من الحاجه، هذا ممكن يرقد عندك، وعندك اخطاء ممكن اللي بتمرق في البرمجه تبعتك، اوكي. طيب فلين مانيفاكتشرنج، التصنيع بطريقه لين، هذا لازم اطلعها هاي الكلمه، تمام، كنت نسيت انا شو معناها، تمام، خلينا طولها على جوجل ترانسليت عندي على التليفون. هلا بالعربي حاطين، ما بعرف ليش حاطينه بالجوجل، شو اسمه، تصنيع العجاف، اوكي، بس ما بعرف انه هيك معناها، مش بين العجاف يعني شيء في ناشف، مش طالع من انه من امره شيء، اوكي. وشو اسمه، ولين كمان معناها شو اسمه، يعني انه واحد بيركن على الشيء، فيه تركيز، عرفت شو؟ يمكن التطوير متركز يعني، اوكي؟ طيب
ف خلينا نقول هلا التصنيع المتركز هون اذا بنسميه هيك لين مانيفاكتشرينج بي يعني بتفادى ضعف الوقت والافعال والحركه والسبلايز يعني قصص التزويد اوكي الى اخره. فهي بتحاول انه يعني توصل لقد ما فيها من الانتاج على ما بتقدر اوكي باستعمال باقل المصروف، يعني شو باستعمال اقل الموارد اوكي. ف هذا الشيء بينطبق على تطوير البرامج اوكي. فبطريقه تطوير اللين اوكي الطريقه يعني المتركزه هون تركيزيه سميها واحد الواحد منا هون بيكون بيحاول انه يطور البرنامج على بافضل اداء ممكن اوكي باستعمال نفس المبادئ الاساسية اوكي. مثلا تطوير انه مثلا تخلص من الهدر، تحسين وزيادة يعني التعلم والتثقيف البرمجة، بعدين يعني تسلم المشروع بأسرع وقت ممكن تمام على قد ما بتقدر، وبعدين تقوية الفريق اوكي تقوية فريق العمل فريق البرمجة دائما اوكي. هلا الطريقة المتركزة هاي اللين اوكي هي بشكل شائع مستعملة يعني مع الاجايل اوكي بالتواصل مع الاجايل، لانه الموضوعين هن يعني يعني شو اسمه بتشابكوا مع بعض وبيدوبوا بعض كتير منيح اوكي. فبالحقيقة اوكي يعني كلمتين اللين ديفلوبمنت والاجايل اوكي بيكونوا مستعملين مع بعض بطريقه لين اجايل يعني مع بعض، فهمتني كيف؟ بحطوها بكلمه هيك موصوله حطوا لين اجايل. فهذا الشيء ببساطه بيعني انه الطريق كلا الطريقتين هن بيكونوا يعني مستعملين تمام. هلا يعني لما يعمل حدا يحكي عن لين اجايل يعني اثنين عم يستعمل الطريقتين اوكي. ف هون بقول لك كيف هذا الشيء بيرتبط بالديف اوبس. الديف اوبس بيمثله يعني تغيير في بيمثله تغيير في ثقافة الاي تي في ثقافة المعلوماتية اوكي. بتركز على وبكون عم ركزوا كتير على يعني على التسليم السريع اوكي في الاي تي من خلال الالتزام او ال ايه من خلال التزام ب يعني ممارسات او طرق الشغل باجايل لين اوكي او لين اجايل اللي بدك اياه اوكي. طيب واحدة من يعني عناصر ممارسات لين هي ال اوكي هي ما يسمى رابيد اتريتيف فيدباك، يعني بدك ردة فعل تشوف الناس وراء الناس وراي العالم بالمنتج بيكون بشكل سريع اوكي وبشكل متكرر يعني اوكي اللي هي بتخليك انه ماشي تمام خلال يعني سلسلة العمليات اللي بأكملها كأساس العمليات بأكملها اللي بينتج عنها المنتج النهائي اوكي. فبكلمات اخرى كل مرة شيء بينعمل لازم يجيب واحد عنه رأي الناس فيه وكيف وشو ردة الفعل تبعتهم بسرعة اوكي. ولما شيء غلط عم بيصير اوكي بحيث ان انت فيك تعدل على شغلك بشكل سريع بطريقه اجايل اوكي بطريقه رشيقه دغري اوكي. اول نشوف المشكله تغير اوكي. فخلينا نطلع بالديف اوبس بتفصيل اكثر تمام. نشوف وين صرنا بال 41 10 12 في عندنا كثير اني على الصفحتين تمام. عندنا 85 و90 هسه هذا ما عادش في ملخص يعني تمام.
ما خلص بعدين 5 صفحات يعني. تمام. فأهداف الديف أوبس، أوكي، أهداف الديف أوبس، ديف أوبس بيركزوا على الحاجة للحاجة للمطورين أو العمليات، بس شوي، ديف أوبس بيركزوا على الحاجة للمطورين، أوكي، وعمليات الأي تي، يعني فريق فريق المعلوماتية، أوكي، لحتى يشتغلوا مع بعض، أوكي، وبقرب عن بعض، أوكي، لحتى يوصلوا للأهداف المشتركة تبعيتهم. تمام. شو اسمه، انه بي اوير، خليك انت واعي لشغله، خليك منتبه انه ديف اوبس هو يعني كيف بدنا نقول فلسفه كتير جديده، اوكي، اذا بدك تقول ديسبلين جديد، مدرسه جديده اذا بدك تحسبها زي ما بقولوا بالاداره. وفي عندك كمان الاكسايتنج ديفينيشنز، يعني هاي هيك التعريف المثيرة هيك الحلوة هاي، اوكي، ممكن تختلف. فبشكل عام هي يعني يعني تركيبة من اثنين، من التطوير ومن الاي تي، يعني كيف؟ وهي كمان تركيبة من شو اسمه الفلسفات الثقافية المحلية، كيف الثقافات المحلية يعني، كيف والممارسات والأدوات اللي هي ممكن تزيد قدرة أي منظمة أو مؤسسة أو شركة لحتى يسلموا التطبيقات والخدمات بأسرع وقت ممكن. تمام. بسرعة عالية كمان. تمام. فهذا الشيء بيعني تطوير وتحسين المنتجات يعني بخطوات أسرع، اوكي، أكثر مما المنظمات باستعمال يعني أكثر من المستعمرات، يعني بيعملوها بشكل أسرع أكثر من المنظمات العادية، اوكي، التقليدية، ما عم تعمل في إنتاج البرامج، اوكي. فطريقة الديف أوبس عم بيقولوا إنه هي طريقة لتطور البرامج بشكل بتسلم المشروع بشكل أسرع، اوكي. فهذا ال شو اسمه فهاي السرعة يعني بتساعد أو بتخلي المنظمات أو المؤسسات، اوكي، إنها تخدم الزبائن تبعونها بشكل أحسن وأسرع، وشو اسمه يصيروا يتنافسوا بشكل أفضل عبر الإنترنت، أوكي، وعفوا مش عبر الإنترنت، بالسوق. تمام. بالتالي يعني عبر الإنترنت ما هي نفس الشيء بالآخر، أوكي. وبالأخص إنه عبر زيادة السرعة اللي بيكونوا المبرمجين عم يشتغلوا فيها وبيقدروا يوظفوا البرامج والكود تبعهم فيها، أوكي، وبيكونوا بالطريقة هاي بيكونوا قادرين إنه يحسنوا شغلهم بخطى أسرع. أوكي. هلا عنصر أساسي ضروري بالديف أوبس إنه هو إنه في قصة تشينج كلتشر، في عنده فكرة التغيير دائما، أوكي، هو مش بالضرورة بس عن الأدوات، أوكي، المستعمل، فبالإدارة يعني، أوكي. فالديف اوبس بيركز على الناس والثقافة تبعية الناس، اوكي، هي بتسعى انها تحسن التعاون بين العمليات و بين يعني قسم المعلوماتية وقسم البرمجة، اوكي. والديف اوبس والتكويدات او التنفيذات او يعني يعني البرمجة اللي بتنعمل من خلال ديف اوبس يعني بيستعملوا التكنولوجيا وبالأخص أدوات الأتمتة، أوكي. هلا ديف أوبس يعني إجت في الاستعمال عبر يعني أخذ عقول الناس خارج يعني بس إنه فكرة إنه فريق برمجة وبس، أوكي. الناس اللي بيشتغلوا في قسم الاي تي، والناس بيشتغلوا في التسويق، والناس اللي بتشتغل شو اسمه
في التزويد وفي المستودع، كلهم هول اوكي بصيروا بدخلوا بالعملية بهالطريقة. اوكي فاني كل هدول العناصر هدول من المؤسسة او المنظمة ببلشوا يطلع عليهم مثل هيك. طيب بهالطريقة يعني بصير الحكي، طيب خلينا نشوف شو المشكلة لو احنا كلنا تعاوننا مع بعض، شو فيها لو اشتغلنا كلنا مع بعض، ايش احنا لو طلعنا على المؤسسة كجسم واحد. اوكي بدل ما نسينا نطلع من منظورنا نحن بس. اوكي فعنصر مهم من الديف اوبس هو التواصل وال شو اسمه التعاون. اوكي فبرنامج مبني على طريقة الديف اوب بيكون ناجح. اوكي هو بيكون انتقال من الثقافة اللي هي بتنتقل بعيدا من هاي هيك الوحدة، كل واحد قاعد لحاله وهالعزلات. اوكي وبعدين وبتنتقل نحو يعني منظمة فيها شغل تعاوني مساهمة كل شيء شو هيك. فانت فيك تجيب الادوات اللي ممكن تساعد تنفذ هذا يعني او توظف هذا الشيء وتنفذه. اوكي بس لما انت شو اسمه يعني بتشتغلها صح، كيف هيدي عملية شو اسمه بشرية يعني كيف فيها الناس هون الداخلين بالموضوع. اوكي اللي هن بيكونوا يعني الهم القابلية والهم النفس اللي حابين عندهم الإرادة انه يتواصلوا مع بعض. اوكي فديفوبس هو كله بيحكي عن العمل مع الآخرين لحتى يفهم بجد شو اسمه يعني منظورهم للأمور وشو المهم لإلهم، ونخليهم إنه يفهموا شو اللي أنت مهم لإلك. هو بيكون يعني تعاون مثالي غير شكل، بحيث إنه بنهاية المطاف الزبون بيكون راضي. عرفت كيف؟ بكل الهدف منه يكون الزبون راضي. تمام؟ فكمان مزية تانية أو خصيصة تانية أوكي أو صفة تانية من صفات الديف أوبس هو إنه كيف المكونات المختلفة من التطوير بتكون مقسمة لعدة بيئات. فخلينا نطلع على هذا الشيء. تمام أوكي هلا الانفايرمنتس البيئات. أوكي شيء لازم الواحد يتفحصه هو حقيقة إنه تطوير البرمجيات بيكون فيه عدة بيئة. البيئة هو نظام كمبيوتر بحيث إنه برامج الكمبيوتر تكون مشغلة وموظفة. فمثلا عن بيئة مثلا لا فمثال عن بيئة هو تطوير وتنفيذ برنامج على كمبيوتر واحد على مكنة واحدة مثلا اللابتوب تبعك. اوكي الانفايرمنتس يعني بتختلف بالحجم. اوكي من كمبيوتر صغير واحد اوكي اللي احنا حكيناه من شوي عن اللابتوب الى شبكة من عدة كمبيوترات وسيرفرات. اوكي شو اسمه وبعدين يعني بيحكوا بين قوسين الكمبيوترات الكبيرة المستعملة تخزن فيها المعلومات تنقلها. اوكي وبعدين الانفايرمنت البيئة الوحدة هي الهيكلية الكاملة العامة او البنية العامة الكاملة الشاملة. اوكي اللي بيكون فيها شو اسمه يا المستخدم يا الكمبيوتر او البرنامج بيشتغل. اوكي هي الجو يعني فهمتني كيف؟ جو الشغل يعني كله على بعض. تمام؟ ببعض الكمبيوتر ببعض الشركات اوكي بعض البيئات التالية بتكون مستعملة، ببعض الشركات بعض المئات هاي المئات التالية بتكون يعني مستعملة. فإذا بيئة التطوير اوكي وفي عندنا بيئة ضمان الجودة وفي عندنا staging environment. اوكي
هون المطرح احنا حكينا بيئة التطوير واضحة وبيئة ضمان الجودة واضحة بطرح فيها التستنج. اوكي هلا بيئة التطوير اللي بيكون فيها الكود، اوكي بيعمل فيها الكود. هلا بيئة الستيجنج، ستيج هون معناها زي الوضع على المسرح، اوكي فهون المكان اللي بيكون فيه البرنامج يعني بيعملوا له مراجعة، اوكي زي بيعملوا بروفا له قبل ما يتسلم للمستخدمين، اوكي وبعدين في بيئة الانتاج خلص، اوكي فهذا هو بيكون البرنامج اللي خلص صار لايف صار نازل. اذا عندك ويب سايت انت بتجرب بتشوف هذا قبل ما تطلع فيها لبرا وتخلي الناس تاخذها وبلش تشتغل فيها، كنت خلصت البرنامج عمرته كل شيء وجربته شوف شو في بعد وما بعرف شو وعملنا البروفا وكل شيء صافي نطلع خلص بنحطه على النت تمام، فبصير لايف اوكي بصير الناس فيها تفوت عليه. هلا مثل ما انت شو اسمه مثل ما انت حزرت البيئات المذكوره فوق هذول الديفلوبمنت وال يعني التطوير والضمان الجوده والستيجنج البروفا هون والانتاج، اوكي هن فعليا بيكونوا سلسله او متواليه، اوكي اللي هو البرنامج بيمرق فيها، اوكي بمجرد ما تكون مرحلة من هالمراحل، يعني هنا بس هدول الأربع نقط فيك تعتبرهم مراحل في التطوير، أوكي؟ فمجرد ما تكون مرحلة تم إنهائها الكود بيكون بيتمرر للمرحلة اللي بعدها، فإذا تم رفضها بترجع للتصحيحات، أوكي؟ وإذا شو اسمه؟ إذا تم قبولها، أوكي؟ هي بتنتقل للمرحلة اللي بعدها. اوكي اوكي وبتتقدم. فهلا انا ما بعرف ليش حاط هيك، بتحس الاعمده كلهم مثل بعض، ابلكيشنز هون تطبيقات الداتا المعلومات وقت التشغيل او بمكتبات البرمجه تبعت وقت التشغيل، عندك نظام تشغيل عندك سيرفر عندك ستورج عندك الشبكة، هون انت كانك عم بتأسس يعني، فعم تعمل تطوير لكل هذا الحكي، اوكي بتتأكد منه كل ياته، بعدين بلش تجيب الابليكيشن، اوكي بتعمل quality assurance، اوكي تحقق من الجودة، اوكي بعدين بتعمل staging شو بتعمل بروفا، بعدين العمليات، اوكي اظن هو الاي تي يعني هون بصير العمليات يعني صار خلص شغل الاي تي معش التطوير، اوكي فهون صار الانتاج يعني تمام. هلا بما انه في عنا يعني هيك كلمتين بعد مفردتين في الصورة فوق احنا بحاجة عنا لازم نعرفهم، اوكي run means انك انت تبلش وتشغل، في عنا compiler كمان اكيد هاي بتعرفوهم و run time بيحكي انه الشيء او الوقت عفوا الوقت لما يكون الشيء بالكمبيوتر وعم بيكون عم بيشتغل، بس عم بيحكي شو يعني الران تايم، اوكي كل هول اللي نعرفه شو يعني الران تايم انا شرحته يعني عم بيحكي بس هذول شو الكلمات الموجودين هون فوق تمام بالمربعات ما في شيء هول كله ما في شيء تمام. ممكن تقول لي مش للأمانة عم بعمل هيك، اوكي كمان بيعتبر هو هون بهاي الفقرة عم بيحكي انه كل مربع من هدول المربعات اللي فوق بكل عمود هن بيئة من البيئات، اوكي بيئة عمل معين يعني كيف؟ فأنت كل ما بتخلص من مرحلة من مراحل هدول مرحلة الشبكة مرحلة الشبكة بقلب الكواليتي انشورنس بضمان جودة بعدين تشوف التجربة بتعمل على ستيجينج بعدين تشوف بتشغلها عرفت كيف؟ فهيك تمشي فيهم واحدة ورا الثانية بالطريقة اوكي؟
واي مشكله من وحده فيهم مشاكل بترجع على المرحله اللي قبلها. اوكي هذه هي. هلا بما انه نحن فهمنا اساسيات الديف اوبس، اوكي خلينا نرجع على إدارة المشاريع. تمام، فبقول لك ملاحظة عن إدارة المشاريع. اوكي الأجايل وسكرام والديف أوبس عندهم نفس بالضبط، يعني نفس الإجراءات والشروط عليهم. اوكي أو إلهم. اوكي بعدين لحد هلا انت مرات بتلاحظ انه هن انه في اراء مختلفه عن كيف يعني تتعامل او تعالج العناصر المختلفه من هدول الادوات. فمثلا بعض الناس بيقولوا انه في عندنا بس 4 مراحل لدوره حياه او فتره المشروع كله، فتره اداره المشروع كله. في ناس بيقولوا لازم يكون 5. في عنا كمان العديد من الأسباب خلف المعلومات، يعني عاملين زي كونفليكت، عاملين زي مشاكل اوكي ومتضاربة. بس شو اسمه انه اذا كان من 4 ولا 5، بس الأهم منهم هدول هو أولا هن في انه هن لسه هم يعني مواضيع لسه كتير جديدة، وشو اسمه وبعض العناصر لسه بتكون عم الناس عم تحاول تعرف شو هن. الانترنت بسمح لأي واحد يقول اللي بده اياه، فهمتني كيف؟ يعني بدون اي قيود. لذلك الناس فيها ترمي مقالات على كيفها، تمام، من صور مقالات وفيديوهات بقول اللي بدهم اياه صح ولا غلط. اوكي شيء ثاني يمكن انت تلاقيه انه شيء شركه معينه مثلا بتشتغل عندها طريقتها من هيك بإدارة المشاريع، اللي هن ما بيلتزموا بالضبط مثل هذا الكتاب بالامور. اوكي ولا بتلزمه بالمعايير المضبوطة والموجودة اوكي والتوثيقات. اوكي مثلا انت بتكون موظف في مؤسسة اللي بتستخدم سكروم، بس هن بيقرروا انه هن ما بدهم سكروم ماستر. اوكي او مثلا المؤسسة او الشركة اللي بتشتغل عندها بتستعمل طريقة الديف اوبس، بس هن ما بيحبوا يعملوا اختبارات يعني بشكل كتير هيك مثل ما هو يعني منصوح به. اوكي فهذا الشيء محطوط هالكلام هون عشان يحضرك للمستقبل، اوكي انه شو ممكن يصير معك. فهو من المنصوح انك انت يعني تمشي مع الكتاب اللي عم يقرا فيه، تمام، خليك انت دائما التزم قد ما فيك بالموجود في الكتاب، تمام. هلا هاي هون مراجعة. اوكي هاي مراجعة لكل شيء. هون كون خلصنا، عاش عم بقول لك كونجراتيليشنز منيح انك خلصت، تمام. ف هاي الملخص كل شيء عن إدارة المشاريع، هو ملخص بالآخر بعد الشرح هذا الطويل. اوكي اولا فاذا شو عرفنا شو البروجكت مانجمنت، شو يعني شو إدارة المشاريع، شو الطريقة الرشيئة هون، بعدين الطريقة الرشيئة، بعدين شو سكروم، الاشتباك او التشابك، ما بعرف شو بسموها زي طريقة الفوتبول او التكاتف. في بعدين عندنا الديف اوبس، اوكي مطور سلاش او شرطه مشغل. اوكي ف هدول كل وحده هن مواضيع متفرقه وكل واحد لحال. اوكي من الواضح انه او بشكل واضح الاجايل والسكروم اوكي هن اكثر شيء بيشبه بعض. اوكي الكلمتين ممكن واحد يستعملهم بشكل تبادلي، يعني اذا حكيت عن سكروم قصدك اجايل، مرات حكيت عن اجايل قصدك سكروم. يعني وقال لك مثلا كثير من الاشياء المستعمله باجايل هي نفسها بتستعمل سكروم، تمام. اداره المشاريع يعني بتحديدا كل شيء له علاقه باداره الناس وخلي الناس تشتغل وتخلي الناس تخلص شغلها. اوكي ديف اوبس
ديف اوبس والاجايل وسكرام هن ببساطه طرق مختلفه من اداره المشاريع، بيعني انه في عندنا طرق كثيره، او في عندنا عفوا طرق لاداره الناس وخليهم يشتغلوا اوكي ويخلصوا الشغل كمان. فمثل ما احنا غطينا سكروم هي مجموعه جزئيه من الاجايل اوكي، او فئه جزئيه فئه ضمنيه تحت الاجايل، يعني هي بتنجي تحت مظله الاجايل اوكي. هلا ذكر انه متذكر تقنية الإدارة اللي بلشنا فيها الووتر فول اوكي، طريقة الشلال ك يعني ك بسموه كريمايندر كتذكير النموذج الشلال هو بيكون المشروع مخلص بمراحل كل وحدة لحال اوكي، و وبتيجي فيهم خطوة ورا خطوة اوكي نحو يعني الاصدار النهائي الكامل للمستخدمين اوكي. انت بتعمل مخطط كبير يعني يعني مسبق اوكي، وبعدين بتنفذه في طريقة تسلسلية حبة ورا حبة، طريقة خطية اوكي، وحدة ورا الثانية على خط يعني على على يعني بتكون انت كمان بنفس الوقت انك بتأمل انه ما يكون في اي تغييرات في المخطط اوكي، على امل ما يكون في اي تغيير فرق اوكي. تمام، فالإدارة يعني شو اسمه دورة حياة إدارة المشروع اللي احنا غطيناها بالكتاب هي طريقة الشلال اوكي، هي طريقة شلال. فهي بتكون عندك initiation design execute monitoring closure. initiation بدء التخطيط والتصميم develop والتطوير اوكي وتنفيذ المشروع، بعدين مراقبة وضمان الجودة اوكي، بعدين كلوجر التخليص والتسليم اوكي. فهدول بنعملوا من الواحد للخمسة بالتسلسل ورا واحدة ورا الثانية اوكي، ممنوع تطلع للثانية تكون خالص الأولى يعني اوكي. فلذلك هو من الصعب انك بقول لك ك يعني كملاحظة اوكي، الخطوة الرابعة اوكي، الخطوة الرابعة والثالثة اوكي بينعملوا مع بعض نفس الوقت اوكي، عادة بينعملوا مع بعض تمام. فهو من الصعب انك انت تتوقع كل شيء ممكن يحدث بينما عم تطور البرنامج. الاجاين عملت ردا على طريقة الووتر فول في قصة طريقة الشلال، في قصة يعني عدم القدرة على توقع المشاكل اوكي. ولك في العديد من المنتجات السوفت وير اللي هن كثير يعني الناس عم تستعملها، اللي هن ما بيمشوا او بيصطفوا مع الرؤية الأساسية الأصلية اوكي للبرنامج يعني. فانت ما دائما بتعرف شو المستخدمين راح يحبوا او ما يحبوا، والاجايل تسمح لك انك يعني تتجاوب مع هذا الشيء بلحظتها اوكي، لما بدهم او ما بدهم يعني كيف. فمثل ما احنا قلنا سابقا كلا اجايل وديف اوبس هن مستعملين على مشروع. ديف اوبس هي طريقه حتى يعني تقحم اقسام متعدده من الشركه بعمليه التصميم والصناعه والتوظيف للبرنامج. فالاجايل مثل والاجايل ك يعني اسلوب اداره مشاريع لكل يوم بيومه اوكي.
اجايل از دي تو دي بروجكت مانجمنت ستايل فور ديفلوبمنت تيم. اوكي وعم بضيف انه قال لك هو الديف اوبس بتكون شو هي طريقه لاقحام اجزاء اقسام الشركه في انتاج البرنامج. اوكي ولكن الاجايل كمان في الموقف الاخر هي اسلوب في اداره المشروع كل يوم بيومه. اوكي بالنسبه لفريق التطوير، وهذا ما بيعني انه الديف اوبس انه هاي الفاصله خلطتنا شوي. اوكي ما يعني انه الديف اوبس شو اسمه يعني فيها بينزل الموظفين. اوكي يعني مثل الناس اللي هن منهم تقنيين. اوكي ممكن يعني بطريقه الاجايل ما يدخلوا بالموضوع. اوكي فمثلا بالاجايل انت يعني مش راح يكون انه لازم يكون مدير الشبكه المحليه واقف بالستاندرد تبعتك، واقف بال بال بالاجتماع الدوري الصباحي اليومي. اوكي هلا هيك نكون خلصنا الكتاب تمام، وهذا كل شيء تمام، وبنشوفكم شباب. سلام، باي. رجاء اشتراك بالقناة، بعرف أكثر عن هاي السلسلة.